اهلا بيكم معانا. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ اللحم كون. تعالوا اوريكم، انا قصدي هتعرفوه لما تشوفوا شكله. الناس اللي ايه، يا رب اكون بنطقها صح. من الوصفات اللذيذه جدا جدا، انا عارفاه في المانيا باسم دونا. الدونا، دونا اللي هو الشاورما التركي في المانيا، مسمينه دونا عشان اتراك كتير جدا عايشين في المانيا، فعاملين محلات الدونا. تيجوا بقى ايه تختاروا بقى، هي بتبقى كده العجينة رفيعة عليها طبقة كده العصاب كده اللي بالصلصة الجميلة دي الخطيرة، وتيجوا بقى ايه الراجل بقى يقول لكم ها عايزين تحطوا ايه، تعالوا بقى على هنا كده عايزين تحطوا ايه، عنده تشكيلة بقى بام 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 بام، تحطوا من كل حاجة كده شوية، كل حاجة كده، كل حاجة اللي انتوا عايزينه، عايزين من البتاع ده الكرنب الاحمر، الجزر، البصل، الطماطم، الخس، الصوصات، يفضلوا يحطوا اللي انتوا عايزينه لغايه ما تبقى تشكيله ملونه خطيره كده، من احلى الوصفات اللي بحبها جدا. بس بقت غاليه قوي في المانيا، غاليه جدا، احنا نعملها بقى مش محتاجين نروح نشتريها صح. يلا اقول لكم على المقادير معانا للعجين، وينفع تعملوه صحي طبعا بدقيق شوفان، احنا يعني الناس اللي عايزاه صحي تعمله صحي بدقيق الشوفان، ولكن نخلي بالنا قوي ان هو ممكن يقطم معنا شويه. يفضل بقى نعمل ايه للناس اللي بتحط دقيق الشوفان زي الناس اللي زيي كده، تعمل ايه؟ تحط مع دقيق الشوفان قشور سيليوم اللي هي بذر الكتونه مطحون، بذور الكتونه اللي موجوده عند العطار، او بذور اللي هي ايه الكتان، تطحن كده تحط مع دقيق الشوفان، لانها بتربط بتعمل ماده جيلاتينيه كده، بتبقى بديله حلو جدا للجلوتين. خلاص بس كده في الوصفه دي، ما ينفعش في الوصفه دي بيضه. طيب تمام، عشان انا كنت اتكلمت قبل كده النهارده عن عيش معين كده بروتين عالي كان ينفع فيه البيضه، لكن هنا ما ينفعش. احنا معانا بقى 4 كوبايات دقيق حسب الاحتياج، ورشه ملح ده عشان يعمل معانا كميه لليله، وكوبايتين ميه خلاص او اكتر. معانا بعد كده لخليط اللحمه 1/2 كيلو لحمه مفرومه، دي انا يعني اللحمه المفرومه اللي هي دي هنتكلم عليها دلوقتي، اللي هي هتتحط على العجينه بعد ما تتفرد رفيع خالص، عباره عن 1/2 كيلو لحمه مفرومه، بصله كبيره مفرومه، 3 فصوص ثوم، وفلفل احمر كبير مفروم، و3 حبات طماطم مفرومه، و1/2 كوبايه بقدونس مفروم، ومعلقتين كبار صلصه طماطم، و3 معالق كبيره زيت، و7 بهارات، رشه وبابريكا وملح وفلفل اسود. ده الطبق الرفنوع اللي هتتحط على العيش على العجين. طيب هنيجي بعد كده بقى للحشوه نفسها، عندنا بقى الشاورما نفسها. للشاورما معانا جزر مبشور وطماطم شرايح وبصل شرايح وخس شرايح وكرنب ابيض واحمر ومبشور وسلطه زبادي وحركات. ماشي، للحمه بقى نفسها التتبيله بتاعتها معانا مبدئيا 1/2 كيلو لحمه بتلو شرايح او فراخ لو انتوا عايزين، بيتعمل بالاتنين. للتتبيله اللحمه معانا دي بقى الطريقه المصريه شويه، يعني هما بيعملوها بطريقه تانية اللحمه، انا هعملها بقى دي الشاورما المصريه بتاعتنا. معانا 1/4 كوبايه خل، بصل بودره، ثوم بودره، ورق لورا بودره، رشه كمون، جوزه الطيب، رشه قرفه بودره، بهارات مشكله، ورشه نعناع جاف مطحون، وشطه حسب الرغبه، وملح وفلفل اسود. ما شاء الله احتفال كبير من المكونات الرهيبة، يعني اذا معناها ان هي صحية جدا، كل المكونات اللي هنا دي صحية جميعا وجميلة. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة هنحط اللحمة على النار علشان ايه، وطبعا هتتبل بكل التوابل دي. الافضل تتبل الاول كلها كده تحط في التلاجة تبات لها يوم، وبعد كده نحطها على النار. انا اللي هعمله دلوقتي الاول اللي هشوحه بقى اللحمه، وبعدين هنزل التوابل عليها واحده واحده. يبقى حطينا معلقه الزيت وننزل عليها بقى يلا بينا ننزل. بس اخد ايه دي تمام. ماشي، ننزل باللحمه الاول، الزيت يكون سخن زي ما قلت، يفضل تبلوها الاول في البيت بات ليله، بس انا هعملها المره دي بشكل مختلف غير الشاورما العاديه. ماشي، هنزل اللحمه الاول بعدين هنزل بالتوابل عليها. تمام، لغايه ما تاخد التشويحه بقى الحلوه هنبتدي نجهز احنا بقى الخليط اللي احنا محتاجينه
علشان نعمل بيه العجين الرفيع اللي هو بالعصاجة دي الفظيعة.